يتيما جاء إلى الدنيا فكان الأمن في النوب، وأميا فعلمنا فيا لله من لقب. يتيما جاء إلى الدنيا فكان الأمن في النوب، وأميا فعلمنا فيا وآمنة به حملت فما عانت من التعب، ولم تعيا كما تعيا نساء القوم بالسبب، ولم ينبت بها ثقل وليس القول بالعجب، فقد حملت بأحلى الناس أرقى الناس في الرتب، أضاء الكون مولده برغم الستر والحجب، ومن شرق إلى غرب سرى ذا النور في الطلب دلائل.